رايك في باتشيكو؟ بص، مدرب كويس بس ساعات التغييرات بتاعته بتبقى يعني مش مفهومه. ممكن يبقى ليه وجهه نظر جوه الملعب وده حقه، بدل بينجح وبيكسب خلاص نسيبه يشتغل على الوضع اللي هو بيشتغل عليه، وهو المتحمل في الاول والاخر كل حاجه. هو معاه فريق دلوقتي كامل متكامل، ما تكلمنيش ولا لعيب في الملعب تقول لي ان هو مستواه وحش. هتلاقي البديل وهتلاقي صح اللعيب المنتج. النهارده عندك تيم بيلعب في اي لحظه. شاكابالا تقدر تستخدمه بشكل كبير، ممكن النهارده تريح طارق حامد شويه. برده مهم جدا النهارده انك انت برده لازم تدي اريحيه شويه او راحه لطارق حامد علشان ما يبقاش عليه ضغوط كتير جدا. انت فاهم؟ فممكن تلعب ساسي مثلا مع امام. يعني هتبقى روح مصاب بفيروس كورونا يرجع بقى بالظبط، لازم تشتغل على روح. لعيب كويس من وجهه نظرك؟ مين؟ روح. روح لعيب كويس، لعيب كويس بس عايز ماتشات كتير. عايز يخش في فورمه الماتشات. طبعا وجود طارق حامد وجود طبعا اساسي ودلوقتي امام، في أربعة في نص الملعب ما شاء الله حالتهم كويسة، يعني إمام وطارق وساسي ورؤى وطارق ومعاه محمود عبد العزيز. وكمان يرجع محمود عبد العزيز تبقى الفرقة في نص الملعب. يعني هيبقى مجموعة لعيبة مميزة وممتازين. فاشتغل بقى عليهم، هو الراجل اشتغل عليهم الفترة اللي جاية، وده يعني الدور اللي مفروض بيقوم بيه المدرب، ان هو يعد الخط التاني دايما لاي مشكله. لان انت النهارده بقيت بتلعب دايما ايه، بتفكر في الاصابات اللي هي الفيروس بتاعت الفيروس كورونا. فلازم تبقى عامل حسابك دايما انك انت اللاعب التاني لازم يكون بديل جاهز. يعني انا في رايي ان هو يبقى عامل ماتش النهارده في الدوري وتاني يوم يعمل ماتش للمجموعه اللي ما لعبتش. عظيم. عشان افضل محافظ على التيم بتاعي، عشان لا قدر الله لو اي حد حصل له حاجه التاني يبقى موجود. ما ينفعش ان انا العب بلعيب بقاله مده مثلا قاعد واجي انزله واديله ماتش تقيل. انت فاهم؟ فهنا بيحصل التذبذب. عشان كده دايما عندك البديل بتاعك لازم يكون حاضر، لازم يكون جاهز بتشتغل عليه. هو ده المفروض ان لازم يتم. طيب ايه نقاط الضعف اللي بتشوفها في باتشيكو من وجهه نظرك؟ طب اتكلمت عن ايجابياته انه الراجل طالما بيكسب خلاص، وطالما اموره كمان الاداء كويس فخلاص، وفي بدائل كتير بتطلع دلوقتي في الزمالك واللعيبه فايقه ما شاء الله ورجاله ومتحمله المسؤوليه. طيب انت من وجهه نظرك ايه اللي ممكن تحس ان هو لازم ياخد باله منه باتشيكو؟ يعني انا بقول لك هي الحته بتاعه اقامه المباراه لسه انا بتكلم فيها. هي حته اعداد اللاعب البديل للعيبه كلها. يعني النهارده لما اجي ابص النهارده ابو جبل بيلعب، طب في اتنين عندي قاعدين بقالهم فتره وهتيجي عواد وجنش بالظبط. طيب انا